السلام عليكم ورحمة الله. حبيب قبل عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل ايه النهاردة؟ زي ما انتوا شايفين كده هنعمل الجيلي بالفواكه زي طرطاية كده، سهلة بس وبسيطة خالص، ما بتحتاجش مننا اي حاجة، حاجات موجودة في البيت. يلا نشوفها هنعمل ازاي وهنحتاج ايه. كل اللي هنحتاجه فاكهة، اي نوع فاكهة متقطع عندك، وهنحتاج كمان باكو جيلي زي ما انتوا شايفين كده. هحطه في بولة وهحط عليه حوالي من 3 معالق سكر، ممكن تزودي السكر ممكن تقلليه تبع ما انت عايزة، ممكن تدقيه وتشوفي محتاج سكر ولا لا. المية اللي هندوبها بيها لازم تكون سخنة، هنحط كوباية سخنة وهنحط برضو كوباية ساعة زي ما انتوا شايفين المية سخنة ازاي. هقلب كويس عشان اضمن ان السكر داب مع الجيلي، والجيلاتين اللي في الجيلي دابت خالص. شايفين لسه في شوية سكر في النص اهوت، اقلب جامد لحد ما يدوب خالص. دي كوباية من كوباية الشاي العادية بتاعتنا. اضيف بقى دلوقتي كوباية مية ساعة، كده خلاص بقى الجيلي جاهز معايا. حطيت لكل باكو كوباية مية سخنة وكوباية مية ساعة. معايا الفاكهة اللي متوفرة عندك في البيت، انا معايا تفاح موز عنب، اللي موجود الفاكهة اللي موجودة عندك في البيت اعمليها، وممكن تعمليها من غير فاكهة برضه. القالب معايا دهناه زيت خفيف زي ما انتوا شايفين كده، لو حسيت ان الزيت زيادة معاكي بمنديل كده وروحي ايه مسحة خالص. انا دهن الزيت بس عشان ما اقلبه يبقى سهل معايا ان هو ينزل. حطيت الفاكهة قلبتها كلها مع بعضها وحطيتها كده في القالب بتاعي، هنزل عليها بالجيلي. الجيلي انتوا عارفين ان الاطفال بتحبوه والكبار بيحبوه برضو، بس احنا بنعمله اكتر عشان الاطفال اللي ما بتحبش الفاكهه، فبنحط لها الفاكهه في حاجات زي ديت علشان تاكلها. كده خلاص بقى جاهز معايا، هدخله بقى الفريزر يجمد براحته. عما نعمل الجزء الثاني، الخلطه الثانيه من اللي هنحطها مع الجيلي، وهي كاستر. ممكن تحطي مهلبيه براحتك. انا حاطه كوبايتين لبن، مع كوبايتين اللبن 3 معالق سكر، وممكن تزوديه تقلليه زي ما قلتلك في اول الفيديو براحتك. وحاطه معلقتين نشا، يعني كل كوبايه لبن بحط لها معلقه كاستر كبير، كاستر باودر كبير. وده نوع الكاستر اللي انا بستعمله. قلب كله كده على البارد، الكاستر واللبن والسكر كله على البارد. بعد ما حطيته على النار بقى معايا بالشكل ده، الجيلي جمد معايا زي ما انتوا شايفين. طبعا ما اعرفش احط الكاستر سخن هيدوب لي الجيلي، فبستنى عليها تهدى شويه وبعدين احطها كلها كده حوالين الكاستر حوالين الجيلي في القالب. ممكن برضو لو عندك قوالب صغيرة تحطي فيها، في كوبايات عادي تنفع برضو. الصراحة القالب بتاعي طلع صغير على الكمية اللي انا عاملاها، احاول اسويها كده وبعدين ادخلها بقى الفريزر
تسقع شوية ومقلبها اوريكم هقلبها ازاي. قلبتها بالشكل ده. طب عملت ايه؟ دوب على النار ثانية اقل من ثانية وحطيتها قلبتها بالشكل ده. طلعت معايا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، ما شاء الله جميلة وحاجة جديدة يعني للجيلي. ايه وتحت الكاستر هو باين، ممكن تستبدليه بمهلبية، ممكن تعمليها كده بس طبقة واحدة مش مشكلة. اللي انت تحبيه، انا بوريلك الطريقة وانت بتختاري اللي انت بتحبيه وسهل ليك. اتمنى يا رب ان وصلتوا معايا للجزء ده من الفيديو. ما تنسيش اللايك 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 والاشتراك في القناة وفعلي زر الجرس. واشوفكم على خير يا رب في فيديو جديد من ام اسلام بيتي مملكتي. واشوفكم على خير يا رب في رعاية الله وحفظه.